يعود الفضل لنجاحات SKM لدعم دولة الإمارات لنا وشيوخ لنا. أسس المصنع في سنة 1974 من قبل جدي المرحوم، من جدي من والدتي المرحوم مبارك عبد العزيز الحساوي، وأسس في إمارة الشارجة، ومن ذاك الوقت إلى هالوقت إحنا موجودين فيه، وما شاء الله إحنا الحين ثيرد جينيريشن في هذا في هذا المصنع. والسبب الرئيسي ليش يعني تم اختيار الإمارات لمصنع SKM هو السبب، يعني الأساس هو الدعم للشيوخ اللي اللامحدود لنا ولمصنع SKM في كل الإمارات.